اتكلمنا كتير هنا في مع حضراتكم في البرنامج عن مشروع مهم قوي اسمه تأهيل الترع في مصر، والحقيقة المشروع ده يعتبر من أهم المشروعات اللي مصر مركزة فيه جدا جدا، لأنه ليه عائد اقتصادي مباشر وليه عائد إيجابي حضرتك كمواطن هيجيلك في أشكال كتيرة جدا. والله بقى ممكن يجيلك في توفير يعني المية بشكل كده محترم، ممكن يجيلك في فرصة عمل، ممكن يجيلك حتى في الاستفادة الاستثمارية اللي مصر دايما بتسعى ليها من خلال هذا المشروع. وإحنا عايزين نعرف برضو هو وصل لحد فين، يعني مصر انتهت من المرحلة الأولى وصلت لحد فين، طيب في مراحل تانية ولا لأ؟ ده اللي احنا هنعرفه مع المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري. مهندس محمد تحياتي ليك. أهلا بحضرتك يا فندم. لو حضرتك تقول لنا كده آخر التفاصيل اللي خاصة بهذا المشروع المحترم. احنا انتهينا الحمد لله لغاية دلوقتي من أكثر من 2000 كيلومتر من الترع على مستوى مختلف المحافظات بالفعل، بالإضافة أن احنا شغالين في أكثر من 5500 كيلو، دي يعني ترع شغالين فيها بالفعل برضو في مختلف المحافظات، في حوالي ما يقرب من 700 كيلو أخرى وفرنا لهم اعتمادات مالية تمهيدا لطرحهم قريبا بإذن الله. هنجد أن إجمالي الترع اللي احنا شغالين فيها سواء انتهينا أو بجاري العمل فيهم أو هنطرحهم قريب بنتكلم على أكثر من 8200 كيلو متر على مستوى الجمهورية، من أصل 20,000 كيلو هم مستهدفين على مستوى الجمهورية خلال مدة المشروع كلها يعني. طيب احنا عايزين برضو نذكر كده السادة المشاهدين، هي ايه المنفعة المباشرة لأي مواطن مصري من هذا المشروع؟ احنا بنضمن من خلال المشروع دوت عملية توزيع دقيقة وعادلة بين جميع المزارعين، مش هنشهد زي ما كان بيحصل للأسف في بعض الأماكن قبل كده بعض الشكاوى من بعض المزارعين إن المية مش بتوصل لنهاية الترعة، لكن الموضوع ده بإذن الله هيكون يعني يختفي تماما. القطاع الحالي للترعة هيكون قادر تماما على توصيل المية لكامل الزمام وكامل المزارعين. قبل كده كنا بنشوف انه ممكن دور العمالة 5 أيام بيخلص وبعض المزارعين في نهاية الترع بيشتكوا انه لسه المية ما وصلتش، بيطلبوا يوم او يومين مد كمان، فبيوصلوا 7 أيام عشان بس المية توصل لهم. لكن دلوقتي وبالمناطق اللي فعلا تم تأهيلها في خلال يومين او 3 بالكثير الجميع بيكون أتم عملية الري بالفعل بدون أي مشاكل، فالحمد لله دي ساهمت بشكل رئيسي في حسم شكاوى المزارعين فيما يخص عملية الري. طيب فرص العمل؟ ده أحد المشروعات كثيفة العمالة اللي احنا بنتكلم على أكثر من 300 شركة ومقاول شغالين في هذا المشروع، طبعا كل مقاول بيعمل مع عدد كبير من العمالة، في أيضا عمالة غير مباشرة، احنا بنتكلم على استخدام لأحجار الدبش واستخدام للخرسانة وخلافه، كل دوت بيعمل بيوفر فرص عمالة كتيرة سواء مباشرة اللي تشتغل في الترعة نفسها أو مثلا في عربيات اللي بتنقل الدبش أو الرد أو الأسمنت أو خلافه، ففي آلاف من فرص العمل اللي بتتوفر فعلا نتيجة لهذا المشروع. مهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، شكرا جدا لحضرتك يا فندم على كل هذه التفاصيل المهمة.